حديث الروح، حديث الروح، حديث الروح، برنامج إذاعي رمضاني مع أعلام الإنشاد الديني والموسيقى الصوفية على الحياة فام. حديث الروح. أهلا وسهلا ومرحبا بجميع متابعينا الكرام ومشاهدينا ومشاهداتنا الأعزاء في برنامجكم الذي يعود لكم في الموسم الثاني بعدما استمتعنا به طيلة شهر رمضان الماضي، ونعود لكم من جديد في هذا الشهر المبارك، ونتمنى لكم شهر مبارك، صيام مقبول وطاعة مقبولة من الله عز وجل. إذا نقول لكم كل عام وأنتم بخير ورمضان مبارك. إذا كما سنسناكم لابد أن نستضيف لكم يعني عباقرة وأساتذة كبار وعمالقة في ميدان الإنشاد الصوفي والموسيقى الصوفية والروحية في تونس وفي العالم العربي، وهذا دأبنا وهذه مسيرتنا لابد أن نواصلها في هذا الشهر المبارك. نقول لكم صحة شريبتكم الكل، ونقول لكم رمضان سعيد ورمضان مبارك. ضيفنا الكريم في هذه الليلة التي نتمنى أن تكونوا سعداء بمتابعتها على موجات الإذاعة، إذاعتكم الإذاعة الأولى للصحة بالقيروان، إذاعة الحياة فام، هو ضيف ولكنه ابن الدار في نفس الوقت، أصبح يعني من أبناء الدار ومن أبناء القيروان ومن المحبين للقيروان واللي عنده عشق خاص للقيروان، وخليه هو باش يحكي عليها. لكن في بداية هذه الحصة لا يسعني إلا أن أرحب بضيفي الكريم وصديقي العزيز الشيخ المنشد أحمد جلمام. أهلا وسهلا سيد أحمد، مرحبا بك. أهلا بك وأهلا بالمستمعين والمشاهدين على الإنترنت، وإن شاء الله رمضانكم مبروك وصحة شريبتكم الكل، وإن شاء الله رمضان مبروك على الأمة الإسلامية وعلى التوانسة، وإن شاء الله إطارات زادة كيف كيف إطارات حياة أفام زادة يكونوا في خير، وإن شاء الله رمضان ديما إن شاء الله به على الأمة الإسلامية الكل إن شاء الله يا رب. ربي فضلك سيد أحمد الغالي، أنت راك شرفتنا وراك نورت إذاعتنا، إذاعة الصحة بالقيروان، إذاعة الحياة FM. وأيضا نحب نرحب بنتي العزيزة أيضا كلثوم جلمام. أهلا وسهلا كلثوم، مرحبا بك. عيشك عسلامة. أهلا وسهلا بك. إذا نورتني أنت وسيد أحمد في هذه الليلة المباركة، صحة شريبتك. عيشك صحة. وإن شاء الله نعديه مع بعضنا أمسية جميلة وليلة طيبة، وأنتم ضيوفنا الأعزاء. إذا مستمعينا الكرام، قبل ما نبدأ في هذه التغطية الشاملة وهذه الأمسية والليلة الحوارية، نحب نشكر جميع الفريق التقني والرقمي الذي يسهر على تأمين هذه الليلة. المهندسة آمنة بوخيت هي التي تؤمن لكم الجانب التقني في هذه الليلة. تحية لأختي آمنة، وتحية أيضا للفنان سيف الدين، محمد سيف الدين بولعراس في التقنية أو في الهندسة الرقمية. أهلا وسهلا سيف الدين، مرحبا بك. ونقول لكم كلكم إن شاء الله تعديوا معنا ليلة طيبة وأمسية جميلة، ونستهل هذه السهرة الحلوة بمداخلة إنشادية جميلة مباشرة في المباشر من الاستوديو مع بنتي كلثوم والشيخ المنشد أحمد جلمام. نسمعه ثم نعود لكم في الحوار بعد قليل. يا رب يا من له في البرايا
من له في البراء ونستفيد. محمد عليه أفضل الصلاة والسلام من رب ودود. لا 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 يا شيخ، ربي يبارك فيك، ربي يفضلك، وما شاء الله كلثوم دائما في تحسن في الآلة. نذكرك في بداياتها، لكن تو اللهم صل على النبي. قل لي كلثوم، شنية وضعيتك؟ قاعدة تمارس في الموسيقى، قاعدة تقرا، قاعدة شنية؟ اش عملت ديرنييرمون؟ يعني كيفاش كانت بس ديرنييرمون؟ خديت دبلوم الموسيقى العربية في الدورة هذه، اخر دورة في الدورة 2023. ما شاء الله، حلو بس. في سبتمبر، والآلة في مازلت معناتها نخدم عليها. فهمتك. شكون اللي قاري فيك في الآلة توا؟ بوغ لو مومون مانيش قاعدة نقرا، مرتحة شوية. معناها هذا اجتهاداتك الخاصة. اي، أما قريت عند أساتذة يعطيهم الصحة، عاونوني برشا باش كل مرة نتحسن. حلو برشا. بالنسبة عادة للنوتة والسولفاج والأشياء هذه، من غير ما بماك خذيت دبلوم، معناها أكيد متكونة وما شاء الله. وان شاء الله بعد البكالوريا كلثوم، شنو هي الافاق نتاعك؟ يعني باش تخلي الهوايه الموسيقى كهوايه، ولا باش تتعمق في دراسه الموسيقى؟ نتصور اني نتعمق في دراسه الموسيقى، انا جابش نخليها هوايه. ايوا سيد احمد، يعني مو في ايوا في الجينات، مرات تلقى الامور الفنيه مزروعه في الجينات، قد ما نجمش نخليها كهوايه، تحب تتعمق فيها. وياريت كل انسان هاوي للموسيقى بالحق يقول انا نحب نتعمق فيها، لانهم الغربيين فشفتونا في الامور، درسوا كل شيء على قاعده، ودرسوا يعني كل اله وتميزوا فيها. اذا نحن ايضا ما شاء الله كيبدا عندنا طاقه كيما كلثوم، وكيما يعني طاقات وليداتنا كل، ماذا بينا يغوصوا في بحر الموسيقى وفي بحر العلوم الموسيقيه. يعني الموسيقى كموهبه وحدها ما تكفيش، الموهبه مع العلم مع التعلم. يعطيها الصحة. وبالنسبة للدراسة سنة شنو؟ سنة بكالوريا. ما شاء الله، إذا إن شاء الله الفرحة فرحتين، وإن شاء الله الفرحة مضاعفة بالبكالوريا وبدبلوم الموسيقى العربية. نورتنا وشرفتنا، يعطيك الصحة كلثوم. إذا مستمعينا ومشاهداتنا ومشاهدينا الكرام، سنعود لكم بعد قريب طبعا مع فقرة أخرى مباشرة مع بنتي كلثوم وسيد أحمد جلمان. خلينا نحكي شوية مع سيد أحمد تو. كلثوم لما عزفت التقاسيم الجميلة والارتجال اللي عملته سيادتك، ذكرتني في آخر حاجة كنت نتفرج عليها، وهي الارتجالات اللي تمت بين سيادتك وبين الفنان الكبير رشيد غلام في برنامج مقامات على التلفزيون العربي. فنتذكر يعني كان، ما نحبش نقول خشوع، لكن نقول تركيز كبير من العازفين بما فيهم القانون والناي والكمان، وثم الدخله نتاع الارتجالات والمواويل وكل شيء، جات يعني حاجه رهيبه برشا، وحاجه يعني جميله وحلوه برشا. لاحظت انه الفن الصوفي تو او الانشادي اصبح ينحى هذا المنحى، واصبح يعني يركز على الاله. كان قبل يعني يكتفي بالايقاعات، شويه ايقاعات واله واحده تكفي، لا تو ما شاء الله
وسمعت لك برشا تسجيل حلوة فيها التوزيع وفيها الأوبيرالي وفيها الكمانجات وفيها الانسامبل فيولون وفيها الدوزيام ليني وفيها الخط يعني ما شاء الله. شنو هو توجهك جديد سيد أحمد؟ ننطلقوا مانيش نرجعوا تو لبداياتك والذي كنا نعرفوها والجمهور أصبح يعرفها، نحبوا تو إيش عنا مستقبلا والانطلاقة جديدة من حيث وصل الآخرون. هو الحق بالنسبة للمنشد هو يكاد يكون استثناء في الفنانين، معناتها المنشد لأنه يتعامل مع السماء قبل الأرض. ما شاء الله. أي أنا مشيت لبرشا مهرجانات دولية وريتهم كيفاش المنشدين معناتها عندهم حتى طقوس خاصة يعملوها. مشيت لمهرجان قونيا اللي هو قعد لي في الذاكرة برشا لخاطر حضرت على المنشدين الصوفيين بصفة كبيرة. فين مهرجان؟ جلال الدين الرومي في مهرجان المغرب لا 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 في تركيا. في تركيا في قونيا في تركيا مهرجان جلال الدين الرومي. عملوا له مهرجان هو يقدروا القديس هذاك الولي الصالح. بكل صراحة المنشدين معناتها حسيت بهم انه يتعاملوا مع الكلمه قبل كل شيء. صحيح. لانه الكلمه هي اللي توصلهم الى ربوع السماء معناتها، الى السماء الاولى معناتها توصلهم ويتعاملون مع جو اخر. فهمت. مش جو ارضي. يتخلصوا كل ما هو دنيوي وارضي. صحيح. صحيح. ويتعامل مع الكلمه معناتها ابتداء بالقران بطبيعه الحال، لان يعني المنشدين كانوا تكاد فرضيه انه يتعدى بالمدرسه القرانيه، لانه احنا توا المنشدين نعرفش توا موجوده ولا مش موجوده، احنا المنشدين كنا نحفظ القران الكل معنا. ما شاء الله. اي قران برواياته. حتى انا مره سمعت في اذاعه الزيتون يقولوا اما الان نبقى مع الشيخ المقرئ احمد جلمان. صحيح. تبادر الى ذهني قلت انا نعرف منشد سيد احمد جلمان زعما هل هو خاتم للكتاب ربي؟ بعدين كي تلاقيت قلت لي بيان سور هذيك راهي. واذا قالت كلمه شيخ معناتها شيخ مقرا مش مقرا بركة، معناتها عنده القراءات وينجم يقري. ايوه. أي بالتواتر معناتها ينجم يقري، فهمت؟ هذا الشيخ معناتها. ايوه. دونك المدرسه القرانيه هي تتعامل مع القران ككلمه وكذا وكجمل. ومن بعد كي تمشي المنشد النص يعطيه قيمه برشا. لكن المتطلبات نتاع العصر جبرتنا انه باش نستعملوا الموسيقى، لانه هي الموسيقى في نهايه الامر حلوه برشا. فهمت. خاصه احنا كنا نبداو الغنايه اكابيلا ولا بالميزان بركه معناتها بالايقاع ما نعملوش مقدمه. وهي المقدمه هي اللي تعطيك الشحنه. فهمت. مو هذه التفاصيل معناتها ربما يكون انسان يكون اكاديمي اكثر مني انا، لانه انا عصامي معناتها نقول اللي جاء في الخاطر نتاعي نقول. وبكل صراحه لقيت روحي وقت اللي نلقى مقدمة كما عملوها لي الفرقة الوطنية مع السيد رشيد غلام لقيت روحي معناتها وكأنه أنا في جو آخر. شفتك يعني ما عادش مركز إلا على جو آخر. جو آخر معناتها الكولا ذيك اللي مشيت وكل الكمانجات وكذا، وعملت 6 غنيات معاه وكل بعد عملنا مع بعضنا كدويو مع بعضنا. معناتها كانت الفرقة معناتها ممتازة جدا. صحيح. أعطتني شحنة وكذا، وفما زادك السكت هذاك لابد من موسيقى معناتها. كنا احنا نعملوه سكت في الاناشيد الدينيه العتيقه. أي. كنا نقولوا الله الله اي الله الترديده الله ولا نعاودوا نردوا الرفراء ولا اما الحق الموسيقى اعطت بعد اخر. اعطت بعد اخر على شرط سي للمتفرجين معناتها يفهموا. أي. فهمت سي. شوف يلزم موسيقى تكون زاد هي سماويه قريبه للموسيقى السماويه، معناتها ما تكونش الموسيقى المعترف بها نتاع الاغاني الهلس والكل. اي تكون معناتها موسيقى جديه. فهمت. فهمت. وعندنا برشا امثله في الموسيقات هذه، برشا امثله كيما النقشبندي كيما محمد عمران كيما طه الفشني كيما احنا حتى في تونس عملوا زاد اغاني الحقيقه تو لها العرش نتاع صوفيا الصادق ممتازه نتاع ناصر سمود وكذا. صحيح. معناتها فما عزف به يعطيك شحنه اخرى ويعطيك بعد اخر ويعطيك لون اخر كيما الكسوه اللي لبسها الانسان. هذا هو علاش تعاملي مع الموسيقى. وبديت نمشي بشويه بديت نتعامل مع ملحنين والاكثريه اللحن الروحي لانه اعرف من اي. هذا جانب مهم جدا وهو لكن فقره كبيره في وسط حلقتنا. تو نحبوا نسمعوا مستمعينا الكرام باش نسمعوهم مثال اللي كنا نحكيوا عليه وباش ناخذوا لهم يعني مختاره من المختارات اللي عملتها سيادتك مع الفنان الكبير رشيد غلام ونشوفوا يعني البعد الابداعي وكل حاجه حلوه برشا. خلينا نتناولوها ونتقاسموها مع مشاهداتنا ومستمعاتنا على موجات اذاعه الحياه اف ام. اذا نسمع هذا المقطع ثم نعود لكم بعد قليل.